تحرك مهم للمركزي، قرار جديد من الضرائب، وخبر سعيد من قطاع الغزل والنسيج. أهلا بكم في حصاد الأحد الإخباري. بانكير، نبض البنوك. البداية من مجلس الوزراء، حيث يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مطار القاهرة الدولي متجها إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة يرافقه خلالها أحمد كاجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك وبحث القضايا الإقليمية، وفي ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية اللي بتربط القاهرة بالرياض. ونروح للبنك المركزي، فحقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائض للشهر الرابع على التوالي بقيمة 10.3 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس. وكان البنك المركزي قد كشف خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة من مارس 2022. ولسه مستمرين في البنك المركزي اللي هيطرح أذون خزانة محلية بقيمة 125 مليار جنيه يوم الثلاث المقبل، وده نيابة عن وزارة المالية بعد توفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية. ونروح لرشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية اللي أكدت على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهم الصادقة في فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وإن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي اللي هيتم التعامل به مع كافة الممولين، مشيرة إنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع واللي كانت بتواجههم وبتعيق من نمو استثماراتهم. وآخر أخبارنا عن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اللي أجرى جولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وده في إطار الزيارات المستمرة لمواقع العمل والإنتاج والوقوف على مستجدات المشروعات ودفع معدلات التنفيذ. وتفقد المهندس محمد شيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مصنع غزل واحد اللي بيعد أكبر مصانع الغزل في العالم، وطاقته الإنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يومياً، وتم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعداداً للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة. وبكده نكون أنهينا الحصاد الإخباري، شكراً لحسن المتابعة. بانكير، نبض البنوك.